نحن نطالب دائما من أجل تحرير المبادرة الخاصة وتوفير كل الظروف الملائمة للنمو المؤسسة الجزائرية الخاصة لأنها جزء لا يتجزأ من منظومة تطوير الاقتصاد الوطني. وهنا أؤكد أن هذا الهدف لن يكون على حساب المؤسسات العمومية سيما الاستراتيجية منها، بل يكون في إطار تكامل وانسجام تام، ودون أن نمس بمبدأ التضامن الوطني